هتكون معانا على زوم الدكتورة عائشة حسن، مستشارة سلوكية وتربوية. دكتورة عائشة، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، ازيك؟ عامله ايه؟ انا عارفة ان دايما اللي اسمه عائشة يكره جدا اللي يقول له يا عائشة. صح، معلش هي جت كده. مظبوط. استاذة عائشة منورانا على زوم. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبة. خلينا الأول قبل ما نروح واحنا كبار ننزل واحنا صغيرين، يعني ازاي اعلم ولادي ان هم يختاروا؟ لان على فكرة الموضوع مش سهل، هو موضوع صعب، يبان سهل بس هو مش سهل. جدا، لأن التربية زي ما بيقولوا كده هي مش سهلة بس مستاهلة. احنا عندنا طفل من أول سنتين تقريبا بيبتدي يكون الشخصية بتاعته، فبيكونها عن طريق ايه؟ العند، اللي كل الأمهات دلوقتي بتشتكي منه، من أول سن سنتين لحد سن 5 سن. فبيقولوا لي كان ابني عنيد، طب عشان يتعاملوا مع العند ده بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يكسروا العند في الطفل، فبيحاولوا ان هما يمشوا كلامهم عليه، لان حصل. ده السن اللي احنا بنقول عليه المرحله الاولى اللي هي في حياه الطفل. الام هي اللي بتكون مسيطره والاب، حصل. بعد كده الطفوله المتاخره برضو الام بتكون مسيطره والاب، بعد كده بتدخل مرحله المراهقه، الطفل بقى عايز يبقى شاب او يبقى راجل ويبحث عن الهويه، فبيبقى الشخص اللي هو عايز يكون، فبيرمي كل كلام الام والاب في الوقت ده لو الكلام ما كانش عاجبه، وبيعمل كل اللي هو عايزه. حصل. طب احنا بنعمل ايه بقى عشان نكسر العند في الطفل؟ فاحنا بنكرر له وبنمشي كلامنا عليه وما بيعجبناش كل افكاره، فبالتالي العند هنا بدل ما كان مكون اساسي لبناء شخصية الطفل بيبتدي يبقى سلوك غير سوي في الطفل، فالطفل يكمل بيه على اساس ان هو كمان عايز يثبت شخصيته، فبيكون هنا بقى العراق ما بين الاب والام وما بين ولاد، هي تحاول تكسر العند وهو يحاول يبني شخصيه فيتحول لسوء سلوك، وبالتالي حتى الحاجه اللي في مصلحته هيبتدي يرفضها، لان هو اتعلم ان هو يحاول ان هو يعمل حاجه عكس ما الام والاب هم اللي فرضوه عليه. طيب طب المفروض نعمل عائشة، أنا عايزة أقولك برضو على حاجة، يعني يمكن أنا شفتها في بنتي وهي صغيرة، يعني لما كانت بتقعد تعيط كتير وعايزة مصممة على حاجة، حتى كان الدكتور الأطفال الخاص بيها كان يقول لي إيه، إجنور، تجاهليها. فبقول له إزاي طيب ما بتقعد تعيط بحرقة؟ يقول لي لا لا، هي بتجربك تيست كده. طب إذا كان الدكاترة كان يقول لك ما تلبلوش رغباته، فدي رقم واحد خلاص، ده هما صغيرين. طيب رقم بقى لما بيبقوا في سن المراهقة، أنا شايفة كإيمان إن إحنا بقالنا كام سنة كده متولين فكرة صاحب ابنك خلاص وصاحبي بنتك، بس إحنا أفورت مننا، لأن ابتدى يصاحب ابنه فابتدى يخرج معاه ويسهر معاه ويسافر معاه مع صحباته ومعرفش إيه وإيه وإيه، فبقت الصحبية ما بقتش الصحبية الحلوة البناءة المشروعة، لا أنا ممكن أسيب ابني يدخن قصادي عشان أنا مصاحبه، فده برضو غلط. فبيبتدي الابن، يعني ابنه ما يحسش ان في اب وفي رولز في الحياه وفي غلط وفي عيب. فانا شايفه ان احنا اتزنقنا فتره كده في تربيه صارمه جدا، وبعد كده اول ما قال لك صاحبوا ولادكم خدناها بطريقه اوبن مايندد زياده، فبقينا مصاحبينهم بزياده. صح كده، يعني حضرتك قلتي كل الكلام الصح، لان احنا مجتمع للاسف مجتمع الاكستريمز، بنروح للاكستريمز بتاعت العلاقات، وعلشان انا مدربه تربيه ايجابيه فاحنا دايما بنقعد نقول للامهات لما بقول تربيه ايجابيه بيفتكروا التربيه الايجابيه دي معناها ان انا طبطب واتدلع، وهي دي مشكله كبيره جدا، لان احنا بالظبط. دايما في التربيه بنقول الطفل اللي هو التربيه الشديده القسوه زيها بالظبط زي التربيه شديده الدلال، الاثنين دول بيخلقوا طفل غير سوي وفي صح. نفس الوقت تربيته مش سليمه، طب فعشان كده دايما الوسط حلو قوي. الوسطية، طب بالظبط، ايه الغلطات اللي بنقع فيها يا عائشة كأم او كأب، بنخلي ولادنا بجد ما بيعرفوش يختاروا؟ يعني انت ممكن تشوفي بنت في الجامعة، جامعة خلاص المفروض ان هي خلاص يعني خلصت الجامعة او في مرحلة الجامعة، تلاقيها مثلا بيتقدم لها عريس او مرتبطة بشاب لسه بتحب يعني وبتتحب، فتيجي دايما عندها هزة من جوه، يعني دايما حاسة ان اختيارها مش صح. طب هو كويس ومش كويس، طب انا هكمل ولا هتطلق، طب يعني ليه دايما عندهم حتة اللي هو انا حاسة ان انا مش مختار صح، يا الا يقعوا في مصيبة، يعني تختار أسوأ شخصية في الوجود وتتمسك بيه وتتشبث، يعني يا تختار غلط وتصمم، يا يبقى معاها حد كويس ومش حاسة ان هو كويس برضو مهزوزة.
ده بقى نرجع بالاول بقى لاول الطفل من هو صغير، وبنقول جين نيلسون هنا اللي هي عملت التربيه الايجابيه او اسست التربيه الايجابيه، بتقول لك الاخطاء فرص جميله للتعلم. هل احنا بنسيب ولادنا ان هم يغلطوا ويصححوا اخطائهم؟ هل احنا بنديهم الاختيارات من هم صغيرين وبنخليهم يتحملوا نتيجه اختياراتهم؟ هل احنا بنعمل حاجه اسمها العواقب الطبيعيه والعواقب المنطقيه لما هم بيغلطوا وبيترتب عليه حاجات مش كويسه، هل بنسيبهم يتحملوها ولا احنا قلبنا طيب زياده عن اللزوم وما بنحبش ولادنا يتعرضوا لاي مشكله؟ ولو اتعرضوا لمشكله واختاروا اخطاء عملوا مشاكل او اختاروا سلوكيات غير سليمه، بنجري بسرعه عشان نلحقهم، وبالتالي هم لا يتعلموا من اخطائهم. هو ده هي بذره الموضوع ده كله. انا من المفروض من وابني صغير اديله حق الاختيار وابني ثقته بنفسه، مش بس اديله حق الاختيار بدون تربيه، لان انا النهارده لو اديت حق الاختيار مع طفل مش متربي وما عندوش المكونات المعرفيه لاتخاذ القرار، وبالتالي هيتخذ القرارات الخاطئه. لكن انا المفروض ان انا دايما ابني شخصيه ابني عن طريق ان انا اعلمه كويس، اشوف السلوكيات بتاعته غير سليمه واقومها، احاول ان انا ازود السكيلز بتاعته واخليه منفتح على العالم الخارجي بدون ضغوط، بس في نفس الوقت مراقبه غير مباشره، مش المراقبه المباشره اللي انا طول النهار ببص في موبايله وبقرر له وبقول له انت غلطت وكذا، لكن افضل دايما من بره ببص على البيج بيكتشر، وبعد كده لو لقيت اي سلوك مش عاجبني ببتدي اتدخل، وبتدخل بطرق معينه، مش التدخل اللي هو عن طريق الاهانه والنقد والرفض والانتقاد والاوامر، لا، عن طريق الحوار. وعلشان كده من مبادئ التربية الإيجابية عندنا حاجة اسمها connection before correction. يعني إيه؟ هل أنت connection بنيت before correction، هل أنت الاتصال بنيت قبل علاقة التصليح. بالظبط؟ لازم تبني علاقة سليمة مع أولادك قبل تصحيح أخطاء. لازم تحط في البنك قبل ما تسحب. أنت النهاردة لو أنت من وهم صغيرين بنيت العلاقة السليمة دي، هتبتدي بعد كده تقدر ان انت تتكلم معاه، لكن لما تكون علاقتك علاقه غير سليمه مع اولادك هتتحول المواضيع كلها لزي ما احنا كل الامهات بتشتكي قرارات وانتقادات واوامر، وعلاقتي بقت سيئه مع اولادي ومحدش بيسمع كده، لان عائشة، انت غلطتي منذ البدايه. اتفضلي. دكتورة عائشة حسن، مستشارة سلوكية وتربوية، ميرسي جدا يا أستاذة عائشة، بجد نورتينا في يحكى أنا. لا، تحت امرك، ميرسي جدا. سي يا فندم.